نروح عبر سكايب للإعلامي المغربي ماجد الشجعي، ناخد برضو وجهة نظره الفنية عن لقاء اليوم. أستاذ ماجد، مساء الفل على حضرتك. مساء النور، وأنا سعيد أن أتواصل مع أون تايم سبورت، وكل الشكر لهذه التغطية الاستثنائية والرائعة، وهذا ليس بغريب على موطن الإعلام في الوطن العربي. بنشكرك طبعا اكيد. وخليني يعني اسالك كده عن الوداد النهارده بهدفين مقابل هدف في مباراه الذهاب في وسط ارضه، في وسط جمهوره على ارضه. تشوف النتيجه دي في البدايه ايجابيه لصالح الوداد ولا لا؟ طبعا ايجابيه لاعتبارات كثيره، بغض النظر بان النتيجه فخ، ولكن في ظل التطلعات بالعوده للتاريخ الارقام، الوداد هو من احرج ماميلودي سان داونز تاريخيا، وتسبب في إحراج هذا الفريق في مناسبات عديدة، بما في ذلك الموسم الماضي عندما أخرجه. كانت مفاجأة كبيرة في ظل عطاء ماميلودي من خلال رحلة كبيرة، من خلال الفوز الكبير على الأهلي. ولكن الوداد يعرف ماذا يريد من هكذا مباريات. الجانب المعنوي مهم، وما تحقق هذا اليوم يعد مكسب، وربما فيه دفع معنوي في ظل ما تحدثتم عنه في الاستوديو، وما قدمه طبعا عادل رمزي، رجل خبير في مسألة الدعم النفسي. أكيد تحققت نتائج إيجابية بغض النظر عن النتيجة الفخ. أستاذ ماجد، إيه اللي ممكن يكون النهاردة لاحظته في مباراة اليوم كابتن عادل رمزي يكون عامل حسابه في مباراة العودة في سان داونز، المباراة اللي أكيد مش هتكون سهلة؟ شايف إيه اللي النهاردة ظاهر بالنسبة لك وبالنسبة يعني للجمهور المغربي؟ ربما الوداد خرج بعديد الخلاصات. أن تخرج من موقعة كبيرة أمام الترجي بإمكانيات الإسبيرونس، كانت كل الحظوظ متساوية، ولكن كل فريق كان ينظر لمن هو خصم النهائي. الكل كان يماني نفسه بأن تكون المباراة مع الترجي هي ربما مفتاح المباراة النهائية. إذن المعنويات كبيرة بالنسبة للوداد، وما تحقق اليوم أعتقد بأنه مهم أمام فريق كبير، كما تحدثتم من خلال الأستوديو ماك وينا، هذا الفيلسوف أعتقد في السن 36، وما يمتلك من إمكانيات كبيرة على مستوى الانضباط والتناغم على مستوى الخطوط الثلاث، فريق بكل المقاييس كبير وكبير جدا. ولكن في ظل هذه النتيجة أعتقد بأنه الوداد كان يطمح لأن يحقق ما هو أهم، كان بإمكانه أن يخرج بثلاث أهداف على الأقل، رأيتم كرة العارضة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. أعتقد بأنه الوداد حقق مكاسب كثير، ويدرك بأن مباراة عودة لن تكون بالسهل على الإطلاق، ولكن وليد طبعا أعتقد عادل رمزي سيعمل بما فيه الكفاية للدعم السيكولوجي لهذه الأسماء قبل الرحلة في اتجاه جوهانسبورغ. استاذ ماجد، يعني ازاي يكون بيلعب الكابتن عادل رمزي في مباراه زي دي في وسط الجمهور في جنوب افريقيا؟ فازاي ممكن يكون بيلعب يعني في ظل ان سان داونز من الفرق اللي بتلعب على طول بضغط عالي، معاهم مدير فني ماشي بشكل كويس من بدايه البطوله، ازاي يقدر يكون بيشتغل في اللقاء ده ان هو يقفل على سان داونز عشان ما يستقبلش اهداف، لان في حال استقبال اهداف هيصعب الامور عليه بشكل كبير؟ أكيد أكيد أتفق مع هذه وجهة النظر هذه، ولكن أعتقد بأن هناك أحاديث بأن المباراة ستكون على أرضية ملعب لوكاس موريبي. إذا ما كان ذلك، هذا سيقلل من حدة الضغط الجماهيري، والوداد تعود على هكذا مباريات تحديدا في مواجهات الأهلي في أكثر من نسخة في نهائي دوري أبطال إفريقيا. أسماء الوداد ربما تمتلك من التجربة والجرأة والرغبة في تحقيق مكاسب كبيرة، وأعتقد أن الوداد غرد خارج الصرب. ربما تحدثت قبل مباراة العودة أمام إنيامبا تحديدا لأون تايم سبورتس بأن الوداد مرشح في ظل ربما معنويات اللاعبين، المباراة لن تكون سهلة. أعتقد بأنه لن يغامر بالتراجع للخطوط الخلفية، وربما يتحدث لغة المرتدات قد تكون حل من الحلول المهمة، وهو يمتلك الجرأة لتحقيق ذلك. هل الهدف اللي استقبله الوداد النهارده بتشوف ان هو بيدي الافضليه شويه وبيضع الضغط على لاعبي الوداد في المباراه القادمه ولا لا؟ طبعا نتفق بالعوده لكل المباريات في تاريخ افريقيا، ان تسجل هدف خارج الديار هذا يرفع من معنويات الفريق الزائر. اؤكد بانها نتيجه فخ، ولكن عندما تجد لاعب بقيمة ربما يحيى عطية الله، بقية الأسماء هي تشكيلة جديدة، عديد الأسماء التي رحلت عن الوداد، الحسوني علاوة على ريدة تاغناوتي كحارس، اليوم المطيع يقدم الأدوار المهمة كحارس، وبالتالي نتحدث عن منظومة متكاملة. الوداد ربما يفتقد للتراوض ما بين الخطوط، ويلعب كثيرا على الجهة اليسرى. في ظل هذه المعطيات ربما الوداد يفكر بأن المباراة لن تكون بالسهل، ولكن استفاد من تجارب كثيرة، ربما تجربة ملعب رادس الأخيرة رفعت من معنويات اللاعبين. الجانب المعنوي مهم في هكذا مباريات، وتحديدا أول نسخة من السوبر ليج الإفريقي.
نقطة مهمة جدا يمكن بيستغلها دائما سان داونز في اللقاءات اللي بتكون على أرضه هو توقيت المباراة. بتشوف إن توقيت المباراة ودايما بيكون الساعة 3 عصرا في توقيت هم ممكن يكون متعودين اللعب في التوقيت ده، هل ده بيؤثر ممكن بالسلب بعض الشيء على لاعبي الوداد ولا لا؟ أؤكد نقطة مهمة بأنه جدولة مباريات الدوري المغربي تحديدا تلعب في هذا التوقيت، والوداد تعود على رحلات كثيرة في مختلف ملاعب المملكة، حتى في إفريقيا في رحلات كثيرة كالمباريات الأخيرة أمام إنيانبا، ربما استفاد من هكذا تجارب. أعيد وأؤكد بأن المباراة صعبة والمباراة قفل والمباراة فخ، ولكن ربما أعتقد بأن المعنويات كبيرة بالنسبة لعناصر الوداد بالعودة كباتة لتاريخ المواجهات. الوداد أحرج أمام ميلودي سان داونز، ولكن هذا لا يعني بأن الوداد ربما له نسبة كبيرة، هو الأقرب ولكن تظل الحدود ربما متقاربة بين الجانبين. الوداد في ظل الصراع في الدوري المغربي، تصوروا مثلا بأن الوداد يحتل في الظرف الراهن الرتبة السادسة في الدوري المغربي مع مباراة مؤجلة، ولكن في حالة إذا ما فاز سيتبوأ الريادة، هذا يعكس بأن هناك ندية من نوع آخر بالنسبة للدوري المغربي، وهذا يعطي ربما أجواء المنافسة واللياقة البدنية والطراوة البدنية لعناصر الوداد لأنها تعودت على هكذا مباريات. وبالتالي أعتقد بأنه عادل رمزي كمدرب كلاعب سابق فاز بكأس إفريقيا للشباب، شارك في كأس العالم للشباب، مثل المغرب في عدة المباريات، لعب في أودينيزي في النادي الذي لعب له حاسم إمام، لعب في ألكمار في الدوري الهولندي، هو مؤثر جدا في الجانب المعنوي ويمتلك الجرأة لرفع المعنويات اللاعبين. الجانب المعنوي أعتقد بأنه سيكون مهم أكثر من ذلك، بأنه الجانب البدني بالنسبة للوداد هو مستعد لمباراة العودة بغض النظر عن أي ضغوط. الوداد المغربي وصن داونز والخبرات الافريقيه اللي موجوده عند الفرقتين والمشاركات بتاعتهم يعني وتواجدهم في دوري ابطال افريقيا في السنوات الاخيره، بتشوف الافضليه لمين في المباراه اللي جايه؟ مين اللي ممكن يكون المرشح الاقوى لحسم اللقب؟ اذا سالت من هو المؤهل، كثيرون في افريقيا يرون بان ماميلودي، وربما النصف الاخر في افريقيا يرى الوداد. لماذا؟ لأنه الوداد ربما غرد خارج السرب كما ذكرت في ظل هذه النتائج، هناك تجانس، هناك ربما حتى عامل السن، وبالتالي هناك منظومة. لن نؤكد بأنه ربما الوداد لديه أفضلية أكبر. ماميلودي نتحدث عن الانضباط، نتحدث عن لاعب مغربي اليوم كان مؤثر على مستوى الحضور، وهو من سجل في ظل ضغط نفسي بأنه يلعب لفريق أجنبي على أرض مغربية. هذه سيكولوجية موكوين الذي ربما منح ثقة من نوع آخر لعبد المنعم بوطويل، هذا يؤكد بأنه هناك منظور خاص لعناصر ماميلودي والفريق الجنوب إفريقي ربما قد يكتب التاريخ، لأنه إذا في حالة إذا ما فاز سيكون أول من عانق لقب سوبر ليج، والوداد أعتقد بأنه لن يسمح بذلك. لازلت متفائل وأرى بأنه الوداد هو الأفضل، مع بأنه في كرة القدم ليس هناك منطق، يظل كل شيء وارد، ولكن في ظل ما رأيته بغض النظر عن النتيجة الفخ الوداد المعنويات كبير. أستاذ ماجد، أخيرا رأيك في البطولة في نسختها الأولى، بطولة الدوري الأفريقي، والتطلعات للسنوات القادمة للبطولة؟ هو صعب جدا أن نحكم على بطولة بهذا ربما النظام، أعتقد بأنه قد تختلف الأضواء مستقبلا في ظل ربما الأرقام الفلكية والحوافز المادية، ولكن كتجربة صعب. نحن دائما نعيش على ذكريات دوري أبطال إفريقيا، نعيش على ذكريات ونحن أطفال كيف حلق الأهلي وكيف تابعنا مجد القلعة الحمراء في هكذا مسابقات. اليوم ربما رأينا أندية أخرى، رأينا مازيمبي في السنوات الأخيرة رغم أنه تراجع، نفس الشيء بالنسبة لسبيرونس فريق الترجي. اليوم يظل الصراع ثلاثي في إفريقيا في ظل تواجد الأهلي الوداد ماميلودي. هذه النسخة صعب أن نحكم من خلال أول تجربة، ولكن المعطيات الأولية تؤكد بأن قد تكون ببطولة بإضافة أكبر إذا كانت هناك جدولة، إذا كانت هناك مساحة زمنية تتيح الفرص لهكذا أندية أن تتنقل في أكثر من مرة على امتداد الأسبوع. هذا قد يؤثر بدنيا، ربما إذا كانت الجدولة أحسن خلال المواسم القادمة قد تعطي هذه النسخة ربما إضافة للصراع الأندية في إفريقيا، ولكن يظل عبق التاريخ مرتبط بدوري أبطال إفريقيا. أخيرا، من خلال متابعتك للقاء اليوم، مين أخطر لاعبي صن داونز؟ مين الكابتن عادل رمزي اللي ممكن يكون بيعمل له حساب في مباراة العودة؟
لا اعتقد بانه سيركز على لاعب، اذا اعتمدت على لاعب قد يفاجئك لاعب اخر. اليوم من خلال ما رايته في الوداد مثلا، عادل رمزي في ظل الخيارات اعتمد على انس سرغات كلاعب بديل وسجل هدف مهم. اذا هذه هي اسلحه عادل رمزي، اذا ما فكر كمدرب في الاحتياط من لاعب بعينه فهو ربما يفتقد فلسفه المدرب الكبير الذي عليه ان يضع في الاعتبار منظومه الاداء ككل، وهو يواجه ماميلودي سان داونز ولن يواجه لاعب في سان داونز. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الإعلامي المغربي الأستاذ ماجد الشجعي، ورؤية فنية عن لقاء الوداد وسان داونز. الحالات الفنية وكل اللي حصل في مباراة اليوم مع محمد عادل وشهاب هيكل، ولكن بعد الفاصل.